اخواتي الجامدين جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد النهاردة بننوركم بالحلقة الجديدة من حكاية ويل. بعد ما شفنا في الحلقة اللي فاتت المعركة المدمرة بين ويل ويليوس، وقتها ويل اظهر فيها قدراته وتفوق ومسح بيوليوس وفريقه الارض، ولكن للأسف انجل سرق الفوز من بين ايد بطلنا. قبل ما نكمل بقى صديقي الاوتاكو، ما تنساش بقى تحط اللايك بتاعك قبل ما نعمل اي حاجة، ويعني تشرفنا باشتراكك في القناة كده لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واهم حاجة تصلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم السلام. بنشوف ويل قاعد في المطعم وحواليه كوليت ورست ودونان والاقزام اللي بيحتفلوا بكل سعادة باداء ويل في دوري السحر ومقضينها اكل وشرب. وسط الكلام ده دونان بيسأل هل ويل نجح انه يجذب انتباه برج السحرة بادائه ده؟ كوليت بتجاوب انه للأسف لا، وده بسبب القتال اللي حصل بين ويل وسيون وهم فريق واحد، ده غير طبعا انهم خسروا سباق التاج وبتلوم سيون على خسارتهم دي. وقتها روست بيبص لويل وبيقول له امال فين زميلكم التالت؟ ويل بيعرفه انه دعا سيون للوليمه دي ولكنه رفض لانه مش شايف ان الاحتفال ليه لازمه، خصوصا انهم خسروا بعيدا عن انه ما بيحبش ويل. دونا بيقاطعهم وهو بيضحك وبيقول لويل مفيش مشكله، اهم حاجه انك دفعت عن شرف الاقزام وكسبت القتال وخليت يوليوس المغرور يعتذر لنا. وفي نهايه كلامه بيبص على يوليوس وفريقه اللي موجودين في مطبخ المطعم، وجينا مطلع عينيهم بعد ما استغلت الفرصه وخلتهم يشتغلوا في المطعم بما انها محتاجه عمال. بيقول يوليوس ان مفيش اهانه ليهم اسوأ من كده، لان مش كفايه انه خسر السباق بسبب ويل، لا او كمان هو مجبر انه يشتغل عند الاقزام اللي بيكرههم. في اللحظه دي كوليت بيبص لجرام وبتستفسر منه اذا كانت الحفله مش فكره حلوه، بيرد عليها انه ما منعش من انهم يعملوها من الاول، واكيد مش هيبوظ عليهم الجو دلوقتي، والاهم من كده هيعملوا ايه بعد الصدمه اللي عملها اداء ويل في دوري السحر. كوليت بتقوله مش المفروض ان دي حاجه كويسه لان الكل عارف قدرات ويل وهيعملوه بطريقه احسن؟ بيقول لها يا ريت الموضوع كان بالسهوله اللي انت فاكراها. تاني يوم بقى بنشوف اتنين من الطلاب بيتكلموا عن اداء ويل الغير متوقع في المسابقه، واول ما ويل وكوليت بيعدوا من جنبهم واحد منهم بينادي عليه وبيقول له ايه رايك يا فاشل تنضم لفرقتنا وتصطاد وحوش معانا في الزنزانه؟ ساعتها لما ويل بيبص له باستغراب وما بيردش بيقول له بارتباك انه على الرغم انه لسه فاشل في نظرهم الا انهم معترفين بقوته وعلشان كده عايزينه ينضم لفريقهم. في اللحظه دي بيظهر عدد من الطلاب وبيتلموا حوالين ويل وبيحاولوا كلهم انهم يضموه لفريقهم، فبيرتبك ويل ما بيعرفش يتصرف ازاي لانه مش متعود على المعامله دي، خصوصا ان الطلاب كلهم بيتنمروا عليه من ساعه ما عرفوا انه ما عندهوش سحر. في الوقت ده بيعدي يوليوس وانجل ولينا وبيستغربوا من سبب تجمع الطلاب حوالين ويل، ولما كوليت بتعرف ان اللي بيحصل ده هو اللي الاستاذ جرام كان يقصده بكلامه بتقف قدام ويل وبتقول للطلاب يعني انتوا كنتوا بتتريقوا عليه طول الوقت، ولما شفتوا قوته عايزين تستغلوه علشان تجمعوا نقاط عيب عليكم والله، حتى بصوا ومش عارف يتكلم من كتر ما هو متضايق منكم. بيحس الطلاب بتأنيب الضمير ولكن الكل بيتصدم، وخصوصا كوليت لما بتلف وشها بتكتشف ان ويل هيطير من الفرحه لان الطلاب بيعاملوه بطريقه كويسه نوعا ما بعد سنين عذاب وتنمر. وقتها الطلاب بيتجمعوا حوالين ويل من جديد، ولكن كوليت بتتدخل المره دي وبتمسك دراع ويل بقوه وبتعرف كل الموجودين ان ويل مش هيعرف يساعدهم لانه مش فاضي ويخرج معاها بكره. بتظهر الصدمه بوضوح على وش ويل اللي اول مره يسمع الكلام ده. بالليل بقى بنشوف كوليت قاعده في اوضتها وهتموت من الخجل بعد ما استوعبت الكلام اللي قالته وانها كده هتخرج مع ويل لوحدهم. في اللحظه دي بتظهر زميلتها في السكن اللي اسمها روزي وبتقول لها ايوه بقى انا سمعت انك هتخرجي بكره مع زميلك اللي انت معجبه بيه. كوليت بترد عليها بسرعه وشها محمر انها مش معجبه بيه وهيشتروا شويه حاجات مش اكتر، ولكن روزي بتديها كوبايه الشاي وبتقول لها ماشي طالما انتوا خارجين يبقى لازم تلبسي حاجه حلوه كده. في الجانب الثاني بنلاقي ويل قاعد بيذاكر، روزي بتساله هيعمل ايه بكره بما انه يوم اجازته، ويل بيبلغ انه خارج شويه هو وكوليت، وبرغم ان الموضوع كان مفاجئ الا انه محتاج يشتري شويه حاجات كده وعلشان كده وافق. ولما روست بيعرفوا انه يخرجوا لوحدهم بيظهر الشك على وشه كده وبيسكت. تاني يوم بنشوف كوليت واقفه في ساحه المدينه ولابسه فستان جديد ومغيره تسريحه شعرها ووشها محمر من الكسوف، لانها صيد اليوم ده هي ويل لوحدهم. بعد شويه بيظهر ويل وهو مبتسم وبيقول لها انا كنت عاوز ابقى موجود قبلك ولكن الظاهر انك صحيتي بدري النهارده. بيسكت ويل ثواني وبيتامل كوليت وبتقول له باحراج في ايه؟ بيقول لها ان الفستان والتسريحه الجديده لايقين عليها جدا لدرجه ان قلبه ودق 3 دقات. وقتها تفكير كوليت كده بيهنج من المفاجآت ووشها بيجيب الوان وما بتعرفش ترد عليه ازاي. وسط الاجواء الرومانسيه دي بيظهر روست اللي جاي بيجري بكل سرعه وبينادي على ويل وبيقول له معلش اتاخرت عليكم. كوليت بتساله باستغراب وانت تطلع مين ان شاء الله؟ بيرد عليها روست وبيعرفها انه زميل ويل في السكن، وبرغم انهم كانوا موجودين في حفله امبارح الا ان دي اول مره يتكلموا فيها. بتتجمد كوليت مكانها من المفاجاه لما بتعرف ان روست هيكون معاهم طول
اليوم وكده الخروجه بتاعت ويل باظت. ولكن روست اللي ملاحظه التغير اللي حصل لما بيمسك ويل من ايده وبيجري وبيلف وشه لكوليت وبيطلع لها لسانه. وقتها كوليت بتتصدم لما بتعرف ان روست قاصد يخرب عليها الخروجه مع ويل. وبيعدي اليوم بسرعه وبتحس كوليت بالاحباط بعد فشل كل محاولاتها انها تقرب من ويل بسبب وجود روست اللي ما بيسيبش ويل لوحده ولا ثانيه. ولما ويل بيسالها مالها زعلانه ليه بترد عليها والدموع في عينيها وبتقول له مين روست ده وايه التصرفات الغريبه بتاعته، يعني مش كفايه انه جه معانا لا وكمان لازق فيك طول الوقت وبيتصرف ولا كانه متجوزك، اوعى يكون بنت وانا معرفش. ويل بيقول لها لا ما تخافيش روست ولد وانا اضمن لك 100%، ولكن هو بيحب يكون قريب مني شويه ودي طبيعته من اول ما اتقابلنا. في اللحظه دي بيوصل روست وبيديهم كوبايتين للعصير اللي معاه، فويل بيشكره وبيساله باستغراب وانت ما جبتش لنفسك ليه؟ بيرد على روست ان مفيش داعي لانه يشرب معاه، ولكن كوليت بتقطعه وبتقول مفيش داعي تتعب ويل وانا هشارك العصير بتاعي معاك. وبتتوتر الاجواء منهم، ومره واحده روست بيطلب من ويل انه يروح للحداد علشان يصنع السيف بتاعه وهم هيستنوه هنا. ولما بيحاول يعترض كوليت بتعرفه ان الاقزام هيتضايقوا لو ظهر اتنين صحراء قدام المحل من غير سبب، فبيمشي ويل وهو مستغرب تصرفاتهم هما الاتنين. ولما بيمشي ويل من المكان كوليت بيبص لروست وبتقول له انا حاسه انك من اول اليوم بتحاول تبوظ الخروج عليا انا ويل. روست بيجاوبها ان احساسها ده صح وهو مش هيسيبها تاخد ويل لانه اقرب ليه اكتر منها، وبتشعل اجواء بينهم تماما. بنسيبهم بقى بنروح لويل اللي ماشي في الطريق وهو لسه محتار من تصرفات كوليت وروست الغريبه جدا. واثناء ما هو ماشي بيتفاجئ بحد بينادي عليه، ولما بيلف وشه بيلاقي ليانا واقفه وراه. بيستغرب واحده من افضل الطلاب في الاكاديميه بتنادي على فاشل ازاي وليه، ولما بيسالها عايزه ايه بتجاوب انها محتاجه تتكلم معاه شويه وعايزه يمشي وراها. بيوافق ويل وبيمشي وراها بقلق، ولكن قلقه بيتحول لتعجب لما بيدخلوا قصر ضخم جدا وبيلاقي يوليوس وسيون وانجل قاعدين على ترابيزه قدامه ونظراتهم ليه متنوعه بين التعجب والكره كده. بتبدا ليانا كلامها وبتقول ان الامتحان الميداني هيبدا في النص الاخير من السنه الدراسيه وهي عايزه تشارك فيه بفريق متكون من الموجودين. بتظهر الصدمه بوضوح على كل الموجودين لان الامتحان الميداني بيتفتح في الادوار الاخيره من الزنزانه وبيقدر الطلاب المشاركين انهم يجمعوا عدد ضخم جدا من النقاط، ولكن الخطوره بتزيد بنسبه كبيره جدا. ومع اقتراب نهايه السنه الدراسيه فمن الواضح كده ان الامتحان العملي هو اللي هيحدد فرصه الطلاب في الانضمام لبرج السحر. ونتيجه لكده بيعترض سير ويوليوس على كلام ليانا لانهم مش عايزين يبقوا مع الفاشل والفريق واحد. مش عارف ازاي الاثنين دول معترضين وهم اكتر ناس عارفين قوه ويل الحقيقيه. ويل بيبص ليانا وبيلمح لها علشان يعرف هي جايباه مع اكتر اثنين بيكرهوه ليه، ولكنها بتساله باستغراب هل في حاجه على وشها. بيقوم سير من مكانه بغضب وبيمسك ويل من هدومه لانه بيتجاهله، ولكن انجل بيحول المكان كله لحديقه ورد بحركه من عصايته بيقول لسيون باستنكار من امتى والصحراء بيتصرفوا بطريقه بربريه كده زي الاقزام. ولما سيون بيبعد عن ويل بيرجع انجل المكان لطبيعته وبيقترح انهم يسمعوا عرض ليانا الاول وبعدين يقرروا هيعملوا ايه. بتعيد ليانا كلامها انها عايزه تكون فريق من اقوى وافضل الصحراء في الاكاديميه علشان كده جمعتهم بالاضافه لويل اللي اثبت قدراته في دوري السحر وبيمتلك خاصيه مش عندهم وهي متاكده انها هتفيدهم في زنزانه. بيعترض يوليوس وبيقول لها هنستفاد ايه من واحد ما بيعرفش يستخدم مهارات البحث حتى. بيرفض سيون اقتراح ليانا لانه مش عاوز يبقى مع ويل في نفس الفريق. وقتها انجل بيقاطعهم وبيقول لهم سيبوا الغرور والكره بتاعكم على جنب دلوقتي لاني مش عارف ازاي بتنتقدوا بعد ما مسح بكم الارض. بيكمل كلامه ان ويل بيمتلك قوه مدمره زي الاقزام بالاضافه لسرعه خارقه، وبرغم اسلوبه غير راقي الا ان سيفه قدر يهزمهم وده الشيء الوحيد المهم. يوليوس بيقول له انت هتفرق ايه عننا وانت اقل من ليانا في النقاط. انجل بيرد عليه بابتسامه ان عنده حق علشان كده هو بيحترم ليانا وموافق على اختيارها لويل على عكسهم هما الاثنين. بتقاطعهم ليانا وبتكمل كلامها انها عايزه تستغل قوتهم زي ما قالت علشان تنضم لبرج السحر بصفتها الطالبه الاولى على الاكاديميه، وهي محتاجه تثبت نفسها علشان تضمن مستقبل افضل لنفسها. ويل بيساله باستغراب مفيش حد من الكاشفين كلمك بعد دوري السحر، ولما بتجاوبه ان في كاشفين من فريق البرق كلموها وبيقول لها طالما انت ضمنتي مستقبلك عايزه ايه تاني. بتقول ان كل الطلاب الموجودين في الاكاديميه حاليا بيعتبروا ضعفاء ودون المستوى، وزي ما هو عارف وضع عيلتها مش افضل حاجه علشان كده هي لازم تقدم نتائج مبهره وتحسن وضع عيلتها، ومجرد انضمامها لبرج السحر مش هينفع علشان كده فهي لازم تجذب انتباه حد من الماجيا فاندر. بما انهم كلهم عندهم اهدافهم وطموحاتهم الخاصه فلو شايفين ان اقتراحها هيفيدهم كل اللي عليهم بس انهم يحطوا العمله اللي قدامهم في الكاس ده. في نهايه كلامها بتشيل العمله اللي قدامها وبتحطها في الكاس، ومن غير تردد بيشيل انجل ويليوس وسينو العملات وبيحطوها في الكاس، وبيتبقى ويل اللي بيمسك العمله بتاعته وبيبص لها بتامل. وبعد شويه بيخرج ويل من المكان وبيقابل كوليت وروست اللي بيسالوه كان فين طول الوقت ده لانهم كانوا بيدوروا عليه. بيسكت ويل شويه قبل ما يبلغهم انه قرر ينضم لفريق ليانا ويشارك في الامتحان الميداني.
الامتحانية. بتعدي الايام وبنشوف الاستاذ جرام واقف في الفصل وبيعرف الطلاب ان الامتحان الميداني هيبدا خلال ايام، وفتره الامتحان هيتم فتح الادوار النهائيه في الزنزانه وهي من الدور السابع للدور العاشر. وخلال فتره الامتحان يقدر الطلاب انهم يجمعوا اكتر من 1000 نقطه عن طريق اصطياد الوحوش، وافضل طريقه للحصول على كم هائل من النقاط هو اصطياد زعيم الدور. ونظريا يقدر الطلاب انهم يجمعوا كل النقاط المتاحه في الامتحان الميداني. في اللحظه دي بيظهر ادوار وبيقول ان الواقع هو ان ده شيء شبه مستحيل لان الوحوش قويه جدا وفي طلاب بيموتوا في الامتحان الميداني. وفي السنه اللي فاتت في 4 طلاب اتاكلوا من وحش واحد، وبرغم ان الاساتذه بيكونوا منتشرين في منطقه الامتحان الا ان في عدد كبير جدا من الطلاب بيموتوا كل سنه. وعلشان كده فالتهور ممنوع ومفيش داعي انهم يتظاهروا بالشجاعه، لان الحاجه الوحيده اللي هتنفعهم هي معرفه حدودهم وعدم الجري وراء اهداف مستحيله، واهم حاجه انهم يحافظوا على تفكير هادي وعقلاني طول الوقت. بنسيبهم بقى وبنروح لمدخل الدور السابع في الزنزانه، وبنشوف ساعتها ويل وكوليت وباقي الطلاب موجودين وبيستعدوا للامتحان الميداني. ليانا بتبص لكوليت اللي ماشيه مع ويل وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ انا ما اعتقدش اني ضميتك للفريق. كوليت بتقول لها بارتباك مفيش مشكله، وطالما ويل معاهم يبقى هي كمان هتنضم لهم. في الجانب الثاني بنلاقي ويل بيكلم روست اللي بيديله الادوات السحريه وبيطلب منه ياخد باله وما يتهورش. وبعد شويه بيعلن ادوار بدايه الامتحان العملي، وبيبلغ الطلاب ان مده الامتحان هي اسبوع واحد وانهم هيفضلوا موجودين في قلب الزنزانه طول فتره الامتحان. وقتها جرام بيبلغ الطلاب ان في مخيمات موجوده في كل دور من الزنزانه وهيلاقوا مكانها في الخريطه اللي مع كل واحد فيهم، بالاضافه لان الاساتذه موجودين في كل مكان علشان يضمنوا سلامه الطلاب اللي هينسحبوا من الامتحان. وفي نهايه كلامه بيتحرك الطلاب كلهم ناحيه المدخل. بكده صديقي الاوتاكو بتنتهي حلقه النهارده معانا من حكايه ويل. فلو كنت وصلت لحد هنا وبتسمعني دلوقتي فانت اكيد خلصت الحلقه، فما تبخلش علينا باللايك بقى بتاعك، وتتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس. ويلا دمتم في رعايه الله، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.